لسمك مشوي بسلطة الجوز راح يكون بدنا ليمون، ملح، 4 ملاعق من طعام من زيت الزيتون، و3 إلى 4 من سنون الثوم المدقوقة، وسمك سمك سواء كان دينيس، سيباس، هامور، زي ما انتم بدكم، اللي متوفر وحابين تعملوه اعملوا. بالنسبه للصلصه رح يكون بدنا نص كوب من الجوز المحمص، وايضا بده يكون مفروم، بدنا 3 سنون ثوم مدقوقه، نص كوب زيت زيتون، ملعقه طعام من معجون الحر، او ممكن تستخدم رب البندوره اذا انتم بدكم تعملوا بديل، وبهار الكزبره البودره، وبهار الكزبره والكزبره الطازجه، وعصير الليمون. كثير الوصفة سهلة، والسمك من الأطباق اللي ما بتاخذ وقت بالفرن، صحيح، وبتنطبخ كثير بسهولة. وأول إشي رح نعمله واللي هو الرز، إحنا نشوفه هون إيش حاطين. في عنا البصل، رح أخلي الطنجرة مفتوحة شوي عشان البصل عندي يتحمص، بدي أكرمله، عرفتي؟ بدي أخلي يوصل لمرحلة اللي هو إنه محروق إلا شحطة. كثير حلو. حطيت شوية زيت وحطيت البصل، ورح أتركهم هدول هلأ هيك إلى أن يصير لونهم غامق، بعدين رح ننزل عليهم ببهارات الرز. بهار الرز في عندي الكزبرة، البابريكا، الكمون، وأيضا البهارات السبعة. أنتوا بتقدروا تختاروا البهارات اللي بدكم إياها، ولكن أهم إشي إنكم ما تنسوا إنه هو اللون الجميل اللي رح يكون من البابريكا. تمام؟ طبعا مش بس إلى أن يتكرملوا زي ما بتقولكم، ألا إلى أن نتعذب بالريحة أكثر. يعني ريحة البصل هيك مع الزيت وروائح المكونات والأصناف اللي حطها ألا جد تفتح النفس. شوفي لهلأ هي ريحتها مسخن، بس لا أنا بحب هاي الريحة، هي ريحتها هلأ بحسها هيك بتفتح النفس جد، وبتحسيها هيك ريحة شتوية. بالضبط. ريحة شتوية. تمام، أول إشي راح أبهر عندي السمك، بس بدي أخذ صحن صغير أحط فيه بهاراتي. طبعاً صباح الخير لكل حدا انضم لنا على فيديو البث. أماني عبد الرحمن بتقولنا يسعد صباحكم، وسونيا بتقولك يسعد صباحك شف ألاء منورة يا قمر، يسعد صباحكم. وأيضاً أم محمد الفراهيد بتقولنا صبحكم الله بالخير والبركة، وأم رامي كنعان بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة. أنا بالنسبة لإلي السمك يساوي كمون وليمون. اها صح، وما عندي مشكله كمون وليمون، يعني لو بس هيك بهرتيه بيطلع زاكي. بالضبط هيك مع الكزبره. يعني كمان ام المجد بتقولنا اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه، وعصام لزيود بيقولنا صباح الخير والبركة، وأيضا البركات بقولكم صباح معطر بذكر الله. أما أم العبد حمد بتقولنا صباح الخير والهنا والبركة، وعصام محمد الزيود بيقول صباح الأكل الزاكي والشهي. أمل العمر بتقولنا ممكن طريقة العمل الناعم أو القراقيش المقلية اللي كان ينباع على العربيات زمان، أكيد إن شاء الله هيك بمرة من المرات ألا تعملنا إياها. وأيضا مروان سواقنة بيقولنا صباح الفل والياسمين من عجلون، صباح خاص لأهلنا بعجلون وكافة محافظاتنا الأردنية الجميلة. كنا يا ألا شو عملنا؟ حطيت أنا هون عندي الصلصة تاعتي، حطيت شوية ليمون، وحطيت البهارات تاعتي الكزبرة والكمون، راح أحط شوية ملح من الكسيح. تمام، وراح أستمر بالتحريك. بعدين هاي الصلصة اللي راح أحطها على السمك، وراح أحطها بالفرن، والسمك ما بياخد كثير وقت. أها هذا أحلى إشي قبل كثير بكون خلص. تمام، ايش حابين تسالونا عن السمك من ناحيه طريقه اعداده، واذا عندكم هيك معلومات غذائيه حابين تسالوها عن السمك، ترى فيه فوائد جد خطيره. ولا تحكوا لي مجمد، ولا تحكوا لي فريش، ولا تحكوا لي ايش مكان السمك، دائما في فوائد، ولكن كل ما كان فريش اكيد فوائد اكثر. مخرجنا اليوم صاحب الطاقه الايجابيه بقولنا هل لما ينشوى احسن من ناحيه الفوائد، اكيد افضل من الاشخاص اللي ممكن انهم يقلوه، فدائما طريقه الشوي للسمك بتكون افضل. ودائما كل ما عملناه فريش وكل ما كانت طريقه الطهي صح، كل ما احنا احتفظنا بالقيم الغذائيه الموجوده فيه. إحنا يعني لا اتوقع ما راح تضيفي كميه مي اكثر، خلص لا هو فيه اصلا ميته بتنزل كثير مع الليمون كمان، هلا هو بيستوي بيصير حامض كثير، طعمه بيكون بشهي. طبعا هلا هيك احنا بنحطه على الفرن اللي محمى على درجه حراره 200، وبنحطه لخمس من تحت بس، والترتيبه بيكون في الصينيه الرفل في الوسط، وبنخليه لمده نص ساعه بالكثير بيكون صار جاهز. احنا دائما بنحب مطبخ يوم جديد نعمل لكم سحر.
في عنا جاهزة خالص نحطه ترى خلص ترى خلص وهيك بيكون عندي جاهز. شوفوا كيف بهاراته بس أنا قلبته ساخن ساخن هون هاي الأشياء بلشت تتكرمل يا لا يا عيني يا عيني على الريحة. قال هذا هو البخور البخور بتاعنا بخور مطبخ يوم جديد بالضبط. وهي السمكات تاعوني بعد ما لونهم صار شوفهم أحلاهم ولونهم قدي حلو أيها. يا عيني على اللون الحلو. وهنا راح نولع على هدول الفرن عشان كمان لبعد الهواء يكونوا استووا تمام. الرف اللي بالوسط درجة حرارة 200 أو 180 وننطلق 180 جو. أوكي هيك إحنا بيكون عنا صار جاهز. هلأ إيش بدي أعمل؟ بدي أفرجيكم شيك على البصل. أيوه هلأ شوفوا كيف. هلأ هو المفروض يتحمر شوي أكتر بس إحنا عشان الوقت راح أنزل هلأ البهارات. البهارات قبل أي إشي تمام. هاي في عندي البابريكا، الكركم، الكزبرة. بصراحة ما بقدر ما أسرح بالتعليقات اللي بتجنن للأمانة. قولي لي كنت هيك نقرأهم كلهم على الهواء. شاركيني. يعني كلهم بيصبحوا علينا وأيضا أبو علي السبيطي من حكمة إربد عروس الشمال. يعني دائما هيك تعليقاتك مبدعة وبيحكي لك ألاء المبدعة والمتألقة أخصائية دعاء. جد شكرا شكرا لإلك يا رب. وأيضا شادي بحب يصبح علينا هو وبيصبح أيضا على أخته شيماء وأم صدام التراونة بتقول فرح التراونة بتحبكم كتير أنتم نوارة الشاشة. يسعدكم يا ربي. يسعد صباحكم يا رب. شوفي كيف صار اللون كتير حلو بشهي. راح نحط رب البندورة على الطماطم على البصل. بس شو عملنا هون ألا؟ حطيت البهارات وحركتهم بس لأن اللون صار فجأة عجيب بجنن. هو هذا ألوان البهارات. هلأ راح أحط هون رب البندورة وراح أحط شوية ملح وأنزل عليهم الرز وأحركه بعدين راح أغمره بالمي بعد ما أشوحه شوي تمام؟ هيك نخلط هدول مع بعض. لا هذا السمك تبتيه من المؤسسة؟ كل أغراضنا من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. طبعا بنوجه لهم تحية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. مبارح لا هيك بعد الدوام خلصت بكير لأنه كانت فقرتي بكير ورحت أشتري أغراض من المؤسسة كالعادة فبلاقي كأنه كل كلاينت الموجودين بالمؤسسة جد بيتابعوا شاشة التلفزيون الأردني. أنا إلي فترة ما رحت للأمانة كثير لطيفية فكلياتهم هيك عم يسألوا عم يبعثوا لك سلامات. بنوجه تحية لكل الأشخاص اللي التقيت فيهم مبارح بالمؤسسة. جد ناس بتجنن بحسهم هيك كلهم ناس بيشبهونا للأمانة. زي كيوت. أنا بحس حالي بس أفوت على المؤسسة بحس حالي زي كأني فايتة على البيت. أنا شو بتعملي بكرة؟ إنه هم ما بيسألوني إنه مرحبا مثلا شيف أو هيك عم بتجهز لحلقة بكرة زي كأنه أنا هلا كنت معاهم عرفت كثير كثير لطيفين. طبعا الفرع اللي بنروح عليه اللي هو الفرع الموجود بالمقابلين وأكيد في فروع دائما مميزة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. بس هذا الفرع أنا قريب علينا قريب على التلفزيون وبنحبه لأنه فيه لحوم فيه دائما خضروات. مخبز بنصدم هذيك المرة من ألاء إنه في مخبز صابون. نعم صحيح فيه مخبز وبيعملوا كل أنواع الحلويات اللي ممكن تخطر في بالك. كيك كب كيكس كلهم موجودين وأكيد كمان الكسيح بكافة منتجاته بنوجه لهم تحية. كتير ألاء عم تستخدم من منتجات الكسيح وأيضاً زيت زيتي بنوعين زيت زيتون وأيضاً زيت دوار الشمس من وجههم تحية وهم من شركاء مطبخ يوم جديد. صحيح ما بنساتونا الصياد المميزين دائماً من أجود أنواع التونة فعلياً اللي ممكن نستخدمها داخل بيوتنا وأكيد الأطباق المميزة ألاء من الحريهم. صحيح تعرفي شغلة تونة الصياد كانت أول مرة بدوقها كنت هون أنا بستخدمها بالجمعة بالبيت. كمية قديه خفيفة مو عادي. صح عن جد طعمها غير. وبعدين بتلاحظ لما بتفتحيها لونها من الداخل وردي فما بيكون في هاي الطبقة البنية اللي مرات هيك بتكسسك من التونة. وأيضا نوع التونة اللي بيستخدموها تونة الصياد من أجود أنواع الأسماك اللي ممكن تستخدم لصناعة التونة. هلأ رح أحط شوية مي عليها لحد ما توصل بس شوي فوقها تمام. بس هيك نتأكد إنه هي فوقها. ما رح أغطي الطنجرة إلى أن يغلي عندي. بعدين رح أغطي عليه. أوكي هاد زي مبدأ رز الصيادية صح ألا؟ بالضبط هو هيك. أها
هو بالضبط هيك. بتقول لك أماني عبد الرحمن يا ريت كل يوم سلطة جديدة لأنها كتير بتحبها وبتحب تجربها كل يوم. سلطاتي فعلا كتير غريبين بس عم بحب ردة فعل الناس عليهم. يعني مثلا هذيك اليوم إيش كان عملنا إشي غريب، عنب وبصل، فكان كثير في من التعليقات إنه كيف يعني عنب وبصل مع بعض. وكل حدا داقها حكى قديش إن هي عن جد كثير بتشهي، جربوهم بعرف إنهم غريبين، جربوهم رح تحبوهم. كثير زاكين، أنا بشهد بأنواع السلطات اللي بتعمليها جد مميزة. هلأ شوفي إيش رح نعمل بما إنه لسه في معانا وقت. هذا رح أخليه هلأ يغلي بعدين رح أغطيه، بس في هاي الأثناء رح أقلبه على نار تانية عشان بدي أعمل الصوص تاع الجوزية، تمام؟ اللي هي راح نحط عليه آخر إشي على السمك اللي هو راح يغير كتير من لونه. كتير حلو، تمام. هذا بنخليه يغلي هون. طبعا أم رامي كنعان تسألنا هل هاي الوصفة بترفع السكري ولا لا؟ الأسماك من اللحوم البيضاء اللي جدا ممتازة لمرضى السكري، فهي صحيح. من الوصفات الممتازة لمرضى السكري. بالنسبة لكمية الرز بدك تاكلي حسب الحصص الموصلة لها، حسب أنت قد ايه بتاخدي جرعة الأنسولين إذا كنت من مرضى السكري من النوع الأول. مرضى السكري من النوع الثاني بنقدر ناخذ كمية كربوهيدرات معتدلة بشكل عام، بس الأسماك بشكل عام كثير ممتازة لا مرضى السكري. شو نعمل بهذا الجوز ألا؟ هنخليه يتحمص. ممكن نحمصه بالفرن وممكن نحمصه على المقلاة. نحمصه على المقلاة. مش مضطرين نحط زيت لأنه إحنا ما بدنا نقليه. حلو. بس بدنا نحمصه. كتير يعني ممتاز. إحنا هيك بس بدنا نخلي لونه شوي. غنية جدا بأوميجا 3. كتير. ناحية الجوز وأيضا السمك. المكس اللي بينهم هلأ بسدوقي قديش إنه بشهي. كتير خير الوضع. تمام، رح أخليهم هدول هلأ هيك شوي يتحمصوا. في هاي الأثناء إحنا شو عنا؟ عملنا لكم سحر كالعادة. ترارارا، في عنا الرز جاهز بدنا نسكبه لحد ما يتحمص عندي ال... يا عيني على الريحة الحلوة. صح الجوز. تمام، رح أخذ كفكير شوي صغير عشان أقدر أتحكم. الأطباق اليوم المستخدمين تعمين الحرية هم الطبق الهندي أو اسمه اللي هو الهندي. الأطباق جدا مميزة وفي عندهم مجموعة هائلة من الأشكال تاعتها، اللي هو هذا الطبق الهندي أو هيك بسموهم يعني ستانلس ستيل. صح ألا؟ صحيح. نسكب الرز تاعنا مع البصل. والله لازمنا مشوار على الحرية هون. انا عم بشوف اشياء بتجيبها الاء على استوديو كلها حلوه. كتير حلوين عن جد، عندهم تشكيله جدا واسعه واسعارهم جدا منطقيه جدا يعني بالنسبه لمحلات الادوات المنزليه. بيسالنا عصام للزيود قديش كميه الاسماك الموصى فيها ياكلها بالاسبوع ونضيف عسل مع الليمون او لا؟ هلا حسب الوصفه، اذا بدك تضيف عسل مع الليمون هذا بنسال فيه هلا لا، ولكن قديش كميه الاسماك الموصى فيها على الاقل مرتين؟ يعني انا دائما بقول حتى الناس اللي مش كثير بيحبوا السمك او مش كثير بيقدروا ياكلوه مرتين بالاسبوع، ناكل مره سمك بالاسبوع والمره الثانيه ممكن تكون تونه زيتون الصياد مثلا. انا كنت يا لا بالنسبه للعسل مع الليمون مرتين، الموصى يعني الكميه الموصى بها لتناول السمك خلال اسبوع هو مرتين، سواء كان سمك او ممكن يستبدلوه بتونه. سمك او تونه، فانا دائما بقول صعب مرات ناكل سمك، يعني انا ما بقدر اكل سمك مرتين بالاسبوع، بحس انه رح ازهق مثلا. فممكن اما نبدل بالوصفات او ناكل مره سمك ومره تونه. خلص معناته بنصير نكتر من وصفات السمك عشان كل مره يكون شكل. صرت عملنا مرتين بالاسبوع سمك، تخيلي. وصفات كثيره. هلا احكي لي شو بالنسبه للعسل مع الليمون؟ هل يعني قصده هو على السمك؟ يعني هو عادي اختيار ممكن شخصي. تكون ممكن كثير، يعني الطعم كثير بالبقى على بعض. انا من عشاق الحلو والحامض مع بعض، فممكن انه يصير. ولسه مع الجوز بزبط انه يحطوا الليمون ويحطوا العسل، بيطلع يعني الكرمله تاعته بتشهي. ام جواد الدويك بتقولنا ليه ما بتقراوا تعليقي؟ عم تطلع التعليقات كثير بسرعه لانه ما شاء الله كثير في تعليقات، بس يسعد صباحك يا ام جواد، واكيد عم نحاول نقرا جميع التعليقات. ايضا ام حماد العجرمي بتصبح علي وعليك يا الاء، يسعد صباحكم جميعا. طيب احنا هيك عندنا الرز صار جاهز، نقدر نطلع فاصل، بكون تحمص عندنا الجوز وبنكون صفينا السمك، وبعدين هيك بنخلي اخر بهرقات هيك بنبهرقها مع بعض على الهواء. صحيح، بتقدروا تتركوا لنا دائما تعليقاتكم مشاهدينا الكرام، رح نحاول نقراها قدر الامكان. وبعد الفاصل كمان رح يكون عندنا وصفات جدا مميزه وما رح ننساكم من المعلومات الغذائيه، لحتى بنرجع لكم كونوا بالقرب يا امان.
صباح الخير يا ألاء. صباح الخير لألاء وأكيد لكل حدا بيشوفنا اليوم عبر شاشة التلفزيون الأردني. مستمرين معكم بمطبخ يوم جديد، المطبخ اللي دايما بيقدم لكم من الأطباق أشهاها، وأكيد دايما هيك بضايقكم شوية معلومات غذائية إن شاء الله إنه تكونوا عم تستفيدوا منها. وألاء كتير عملت أشياء الفاصل، يعني مش متخيلين حجم الأشياء اللي عملتها. وبداية نبلش بالجوز، ألاء شو عملت فيه؟ هلأ شوفي، إحنا عنا هلأ حنسينا شوي فتحمص شوي أكتر، بس عادي إذا حمصتوه بالفرن ما رح يوصل لهاي المرحلة من التحميص. يعني هو إذا نحكي عن مرحلة التحميص، فهو التحميص بالفرن أأمن، خصوصا الناس اللي ممكن ينسوا على النار. صح. ايش حطينا؟ راح حطينا شويه رب بندوره وخليناهم هيك يتحركوا مع بعض. راح ارجع احمي النار عشان هو حامي كتير، وراح انزل شويه الثوم وانزل البهارات، راح احط الملح من الكسيح، وبعدين راح احط شويه ليمون. شادي سواقنة بيصبح على والده مروان سواقنة ووالدته إيمان العتوم، إحنا بنصبح عليهم كمان. وبيسألنا هل شركات الكسيح موجود منها بالعراق؟ للأمانة أنا ما عندي فكرة إذا منتجات الكسيح متوفرة بالعراق، ولكن ممكن تشوفوا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا إذا هذا الشيء ممكن أو لا. حلو، حبيت السؤال، أنا صار عندي فضول أعرف. تمام، هي هيك شوية ليمون. نتذكر إنه إحنا هذا بالآخر هو صوص، فأنا بدي إياه يكون مرق، أوكي؟ فرح أنزل شوية زيت زيتون من زيتي. هاي شوية قلق. صباحي ما شفتش. شوية قلق. ورح أحط كمان شوية ليمون، بعدين رح أحط الكزبرة الفريش عندي. هلأ شوفوا كمية الزيت اللي حطتها، لا الكتيرة. ما بننكر انه زيت الزيتون زاكي، ولكن نكون عارفين انه كميات الزيوت اللي بنضيفها على الاكل بتتحكم بحجم السعرات الحراريه الموجوده. يعني مش معنى انه الاشي صحي فنضيفه بكميات كبيره. فاذا احنا عارفين انه افراد الاسره بحاجه لزياده وزنهم، اوكي زيدوا زيت زيتون زياده، ولكن اذا عارفين انه في ناس عندنا بالاسره لازم ينزلوا وزنهم، عاملين دايت، عاملين حميه معينه، فكل ما قللنا كمية الزيت بنقلل حجم السعرات الحرارية الموجودة بهذا الطبق. صحيح. طيب هلأ شوفي، أنا رح أخليه يغلي شوي. اسمعي، هو عن جد بحل الطعم. يعني هلأ السمك هيك لحاله بتاكل وكتير زاكي مع الرز، بس هلأ احنا نعزز النكهة. الثوم بفوز، زيت الزيتون مع رب البندورة مع الملح والبهارات والكزبرة رح يخلوها غنية أكتر. رح نخليه يوصل بس لمرحلة الغليان. دعاء بالله يخلي عينك عليه. خليني أنا أروح أسكب السمك. على إيش عيني؟ على هدول. أوكي تكرم. حمزة الصلاحين بيقولنا يعطيكم العافية، بده تعملوا له مقلوبة. مش غلط، عملنا مقلوبة فول وعملنا مقلوبة فطر. لا بده إياها بالقدر تكون، ما بعرف شو الفكرة. أوكي، على طريقة تيتا و تيتاتنا. وشيماء بتقول لك، بتحب تحكي لك انه يعطيك العافيه والاكلات جد زاكي وإشي فخم. الله يعافيكم يا ربي. تمام، هي بلش شغلي خلص، هيك انا ريحت دعاء من مهمه. بمان ياغي، التعليقات مرات بتطلع لفوق ما منلحق نقراها، ارجع ابعتي تعليقك واكيد بنتشرف بانه نقراه. وايضا شيماء بتقولنا صباح الخير، بتحب تصبح على اهلها، وايضا صباح الخير للجميع، وصباح الخير لريهام العتوم. ايش بدك يا الاء؟ خلص هي صار يغلي. تمام، ممتاز. هلا شو راح اعمل؟ راح اخذ سمكاتي واحطهم على الصدر عندي، على فوق الرز راح تحطيهم. راح احطهم فوق الرز. قديش ضايل للحلقه اليوم يا الاء؟ خلاص بدنا ندوق، يعني الروائح هي عذاب عذاب، يعني بدنا نخلص. بيحكي لنا المخرج هانت، لا جد يعني قدي سمكاتي. ندوق سمكاتي بالضبط، لا لازم ندوقهم. شوفي انا السمك بعشقه يعني بطريقه لا توصف، وبالنسبه لإلي مستحيل اني اقليه. يعني بحس السمك ظلم للسمكه لما نقليها بصراحه، يعني لكل قيمها الغذائيه كمان. جد اسمعي شوفي، هلا اذا كانت مغلفه ممكن الواحد يقيم الغلاف تاعها، بس انا بالنسبه لإلي جد طعمها بيكون كثير بطل السمك. صح، لما بتنقلها
بتصير بتصير إشي تاني، لحوم، نوع لحوم تاني بس مش سمك. كتير زاكي مرات بيكون سمك والطبق المقرمشة، أكيد في كتير ناس بحبوها مشان ما نزعل حدا، ولكن جد ظلم للسمك خصوصا اللي بنجيبه أسماك فريش، ظلم لهي السمكة إنه أنت تقليها لأنه راحت فوائدها الغذائية، معظم فوائدها الغذائية يعني راحت مع القلي ومع درجات الحرارة كتير عالية. أنا باقي الصوص كلياته بدي أستغله وأحطه على وجه السمك عشان إنه بيكون مليء بالنكهات. لا لا أنا شو مرات بعمل، شفتي هذا الصوص طبعا أنا الأيربيز داخل بداني كتير فأنا مش ما سمعتش إذا كنتي عم تحكي قولي سوري إذا قطعتك، بس هذا الصوص اللي بيضل بالصينية لازم أستخدمه لما أفلفل الرز كتير بشهي فيه نكهات مليانة وبحسه بيعطي نكهة للرز هيك كتير قوية. بلا كل النكهات اللي دائما بتكون باقي الجاج باقي اللحمة دائما هدول استغلوهم لأن هم بيكونوا مليئين بالنكهات المشهية هيك. بعدين راح نزينهم شوي، طبعا لا تنسوا احنا لسه بدنا نحط كمان من الصوص، بس هاي هيك زي ما نحكي اللمعه اللي على الوجه كثير حلوه. راح احط هلا كمان عليهم شويه بقدونس اخر إشي، بس هلا راح انزل عليه من الصوص. يعني هيك الكاميرا ماخذاهم كانت بطريقه كثير هيك مشهيه اكثر وكانك مستخدمه الجرجير يا الاء. شوفي هلا انا في شغله لازم دائما اضلني احكيها عن جد، تحية من القلب لكل كادر يوم جديد من العاملين خلف الكاميرات الجنود المجهولين اللي بيتعبوا معانا وجد لولاهم الحلقة ما بتكون زي ما انتوا بتشوفوها. مبدعين جميعا مصورين وكادر أكيد، ومخرجنا اليوم من مخرجين جدا مبدعين دائما بيعطينا طاقة إيجابية. جد الأشخاص اللي بيشتغلوا معك بنفس المهنة هم اللي بيتحكموا بنفسيتك خصوصا أمام الكاميرا. صحيح. كيف بتكون هيك كلك طاقة إيجابية وكيف إن شاء الله دائما كلنا طاقة إيجابية. إن شاء الله يا رب.